مساء الخير كل الأصدقاء والصديقات، لقاء جديد بشجمعنا على ضفاف المتوسط سور لي ريف دو لا ميديتيراني. هو لقاء جديد وتجربة جديدة في شكلها ومضمونها وكل معناها ما يمت بصلة لهذا العرض. العرض هذا هو لقاء بين ثلاثة فنانين من دول المتوسط، من إيطاليا عندنا المطربة سارة مارتورانا، من فرنسا عندنا العازف المتميز على آلة الترومبيت نيكولا باروني، وزين الحداد من تونس. بالطبع اللقاء هذا مش يتم في المسرح البلدي نهار الأربعاء 9 مارس بداية من الساعة 7 متاع العشية. إلى جانب الفقرات هذه اللي ذكرتها ثم مجموعة من الموسيقيين، كل واحد حضر لكم قطعة موسيقية جميلة برشا. إذن باش تكون هاللقاء هذا فرصة باش نستمتعوا بالأغاني الإيطالية والأغاني التونسية والموسيقى الشرقية والتونسية والموسيقى الغربية، هذا الكل في نطاق هذا العرض. إلى جانب حدث هام وهام جدا، ألا وهو المداخيل الكل باش تكون فايت نادي روتاري، وهكا اللي باش يجي باش يكون ساهم بصفة غير مباشرة في كل ما هو أعمال خيرية، وفي نفس الوقت يستمتع بهذه السهرة وهذا العرض الجديد على ضفة المتوسط هالأربعة 7 متاع العشية في المسرح البلدي. شكرا.